ساعة خليجية إيمان الحمود. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الساعة الخليجية، برنامج نناقش فيه آخر قضايا الساعة في منطقة الخليج السياسية منها والاجتماعية، مع ضيوف يواكبون الحدث ويسهمون في صناعته. مرة أخرى أهلا بكم. حديث الساعة. عاشت المجتمعات الخليجية ثورة معلوماتية مع ظهور الإعلام الجديد ومواقع التواصل الاجتماعي. تلك الثورة تزامنت مع ثورات أخرى شهدتها المنطقة بشكل عام، وساهمت في دفع المزيد من الخليجيين نحو استخدام تلك المنصات للتعبير عن آرائهم وتوجهاتهم. اليوم تبرز تساؤلات جادة حول دور الإعلام الجديد، فيما إذا كان قد ساهم في تفكك المجتمعات الخليجية وتصاعد موجة العنصرية والطائفية بين مكوناتها، أو حول ما إذا كانت مواقع التواصل سبباً في الصراعات الفكرية الدائرة حالياً، أم أن هناك أمر آخر وهو حالة مخاض طبيعية تعيشها هذه المجتمعات التي ظلت منغلقة على نفسها حتى وقت قريب. للحديث عن هذا الموضوع أكثر، يسعدنا أن نستضيف اليوم الأكاديمي وعضو مجلس الشورى السعودي الدكتور فايز الشهري، والذي يزورنا في باريس هذه الأيام. أهلا بك دكتور فايز. أهلا وسهلا وشكرا لك. وينضم إلينا من مسقط الإعلامي والكاتب العماني الأستاذ محمد اليحيائي. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد. أهلا إيمان، شكرا جزيلا. أهلا وسهلا بك. نبدأ الحديث معك دكتور فايز من واقع خبرتك في الإعلام الجديد ودراستك الأكاديمية، تخصصك في هذا الموضوع، يعني كيف ترى واقع الإعلام الجديد في منطقة الخليج ووسائل التواصل الاجتماعي تحديدا منذ انطلاق هذه الثورة، ثورة المعلوماتية في منطقة الخليج قبل عدة سنوات؟ شكرا، هذا سؤال مهم جدا. وحقيقة يعني شبكات الاجتماعية بشكل عام وما يسمى بالإعلام الجديد كثورة هي حاضرة في المجتمعات الخليجية بقوة، والأسباب طبعا كثيرة، لكن السبب الرئيس من وجهة نظري هو سبب اقتصادي، يعني الوفرة الاقتصادية التي تنعم بها دول الخليج وقدرة الشباب الذين يشكلون غالبية كبيرة من مستخدمي هذه التقنيات على شراء الأجهزة والتطبيقات، وأيضا وجود وقت معين أو وقت كافي لمتابعة هذه التطبيقات، ربما ساهم في هذا الانتشار الكبير الذي يكاد يتجاوز 80% في معظم الدول الخليجية. نضيف إلى ذلك أن الدول الخليج كانت من الدول العربية التي تبنت التقنيات الحديثة منذ وقت مبكر بهذه الوفرة التي وفرتها لها أسعار النفط في المرحلة الماضية. طبعا الحديث عن التأثير والتأثر والشبكات الاجتماعية والإنترنت بشكل عام هو لا يخترع المشكلات، وإنما يظهرها على السطح. ولذلك أنا أتوقع أنه هذه الشبكات قدمت خدمة كبرى للمخطط، سواء المخطط الاستراتيجي أو الباحث الذي يرصد الظواهر، حيث يلاحظ كل هذه الأشياء أمامه ويستطيع أن يضع لها مؤشرات ومقاييس، وبالتالي ربما إذا وربما حتى السياسي يستفيد من مثل هذه المنصات لقراءة الرأي العام. إذا أحسننا رصد هذه المخرجات ووضعها في أطرها بشكل علمي، ربما يستفيد منها الجميع حتى على المستوى الشخصي. الناس لم تعد في السابق منغلقة على أفكار تتحدث وتحاور نفسها، الآن تحاور العالم. حينما تبث تغريدة أو مقطع فيديو فأنت تبثها العالم، وقد يصبح مادة على برامج التوك شو في العالم كله، كما حصل مع بعض اللقطات التي ظهرت في بعض المجتمعات الخليجية. نعم، نتوجه إليك أستاذ اليحيائي معنا من مسقط. برأيك هل يقتصر فعلا ولوج الخليجيين إلى عالم الإعلام الجديد وشبكات التواصل الاجتماعي بهذه الكثافة، هل يقتصر فعلا على الثورة أو على الطفرة النفطية كما يقول الدكتور فايز، أم أن هناك أمور تتعلق أيضا بالسياسات المغلقة أو المنغلقة في بعض هذه الدول والتي دفعت بالناس إلى مثل تلك المنصات؟ نعم، أولا دعونا نحدد أعتقد المصطلح الإعلام الجديد أو الإعلام البديل، لأنه إذا أخذنا الإعلام الجديد كإعلام فإنه الإعلام بشكل عام وعنده قواعد ضوابط معينة، بس أظن نحن نتحدث الآن عن شبكات التواصل الاجتماعي التي يستخدمها كل الناس.
وبالتالي خارج دائرة الضوابط الإعلامية المتعارف عليها. لا أظن أن الوفرة المالية هي فقط سبب ما يوصف الآن بهذا الانفتاح الكبير أو الثورة على استخدام شبكات التواصل الاجتماعي عبر الهواتف النقالة. الهند بها عدد هائل أيضا من مستخدمي الهواتف النقالة والألواح الإلكترونية. الصين بها العدد الأكبر بطبيعة الحال. لكن أظن هنالك مسألة أخرى، مسألة ثقافية بالدرجة الأولى. هذه المجتمعات، المجتمعات العربية بشكل عام، ولكن مجتمعات الخليج على وجه الخصوص يعني تعيش، خصوصا الأجيال الجديدة، لديها جوع مزمن للحرية، لحرية التعبير. هذه المنصات، شبكات التواصل الاجتماعي التي أساسا أوجدت كأدوات للتواصل، لمشاركة الآخرين بعض الأفكار، وفرت لهذه المجتمعات، لمستخدميها، هذا الهامش للتعبير عن أفكارهم، عن تطلعاتهم، عن أحلامهم، عن كل هذه يعني كل هاي الحزمة من الاحتياجات إن صح التعبير. أتفق مع الدكتور الشهري في مسألة طرحها الآن، وهو أن هذه الشبكات لا تخترع المشكلات، إنما تظهرها على السطح. وهذا في الحقيقة ما يحدث الآن في دول الخليج. إذا كنا سنتحدث عن فكرة هذا الصدام عوضا عن الحوار، هذه الاتهامات المتبادلة عوضا عن التفاهمات المتبادلة، فهي في الحقيقة انعكاس لبنى ثقافية وتربوية قائمة على أساس أنني الفرقة الناجية والفرق الأخرى في النار. يعني هذه لها علاقة بالتربية في هذه المجتمعات، لها علاقة كما قلت بالجوع إلى الحرية في هذه المجتمعات، لها علاقة بالخطاب الإعلامي والخطاب السياسي الذي كرس على مدى سنوات طويلة رطانة وطنية ومذهبية شوفينية مغلقة، تنظر إلى الآخر باعتباره المخطئ، يعني لا تنظر إلى الاختلاف باعتباره قيمة، ولكن تنظر إلى الاختلاف باعتباره يعني جزء من الأخطاء المتراكمة. إذن علينا في تقديري أن نعيد النظر ليس في مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي الآن، وليس في النتائج الموجودة أمامنا الآن، ولكن في مناهج التعليم أولاً، في إصلاح الفكر الديني ثانياً، في الخطابات السياسية والإعلامية ثالثاً، في دخول المؤسسات الرسمية على الخط استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في تأجيج هذه الاحتقانات، هذه يعني هذه الخطابات يعني التي تؤجج الصراع وال بين قوسين الفتن يعني إن صح التعبير. فلابد من إعادة النظر في كل هذه المنظومة. نعم. وعلى الأقل يعني تخريج جيل جديد يتعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي تعامل منفتح. لابد من إعادة النظر أيضا بالمناسبة مفهوم الحرية. يعني هنالك اليوم الكثير من الناس، ما فيهم بعض المثقفين وبعض الكتاب وبعض المتعلمين، الذين يفهمون الحرية فهما ملتبسا من خلال منصات التواصل الاجتماعي أو شبكات التواصل الاجتماعي. يا سيدي، لك الحرية الكاملة في أن تعبر عن أفكارك، ولكن ليس لك الحرية في أن تقلل من شأن الآخرين، أو أن يعني أن تتهجم مثلا على الآخرين، إن كان الآخرون هؤلاء مجموعات أو أفراد أو شعوب أو صحيح. طوائف. يعني مجتمعات الخليج في الأساس هي مجتمعات، نحن نعرف، مكونة من طوائف مختلفة، من مذاهب مختلفة، من قبائل مختلفة، ولكن هذا التنوع هو قيمة ثقافية يجب أن يعزز ويقدم باعتباره قيمة وقوة. طيب. وليس باعتباره أستاذ محمد ولا نماذج أخرى. نعم، فقط لنستمع لرأي الدكتور فايز في كل ما قلت، يعني نقاط مهمة جدا، خاصة فيما يتعلق بالأمراض المجتمعية. إذن هي لم تختلق المشكلات، هي نقلت ما هي الأمراض المجتمعية الموجودة داخل هذه المجتمعات. هل تتفق مع هذا الكلام؟ بلا شك، ولسنا على خلاف، نحن نسير على خطين متوازيين في التحليل. وباعتقادي أننا أيضا نظلم المجتمع الخليجي حينما نضع فيه كل هذه السلة من المشكلات. فالمجتمعات ليس، لا يوجد مجتمع يريد أن يعيش في تشاحن وفي غضب وفي سخط وفي تصنيف، ولكن هذه المراحل التاريخية ليست فقط في العالم العربي. القشرة السياسية والديكور السياسي الذي كان يغطي المجتمعات الغربية انكشف الآن. معظم الدول الأوروبية وهي يعني مراكز حضارية قديمة ومراكز تنوير، وانفصلت عن الكنيسة حينما
ضغطها الاقتصاد وكثرة المهاجرين والأجانب انكشف القناع السياسي، وأصبحنا نشاهد أن الخطاب السياسي الذي يبيع في الشارع الأوروبي اليوم هو خطاب عنصري طائفي عرقي متطرف. في الولايات المتحدة الأمريكية وهي أم العالم وقائدة الحريات، استطاع شخص مثل ترامب أن يصل إلى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية القائد الحر للعالم الحر من خلال خطاب يعتمد على العنصرية والطائفية وإقصاء الآخر بالاسم، ولم يستثني لا المرأة ولا المعاقين ولا المهاجرين ولا المسلمين في هذا الخطاب في الحملة الانتخابية، بل لقد كان ضرب مثل ربما تاريخي بأنه تجاوز الإعلام الرسمي الذي عادة يسير في ركاب الأحزاب في أمريكا، خاصة الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري لدى كل منهما منظومات إعلامية، واخترع مجاله الجديد بمهاجمة الإعلام وكسب الناس لصناديق الاقتراع. ولذلك هذه الحالة من الفوضى في العالم هي مرحلة من مراحل التاريخ بضغوط اقتصادية وثقافية تبحث المجتمعات عن ذاتها. الأحزاب المسيحية الآن رجعت إلى الواجهة في الدول الغربية، وأصبح الحزب المسيحي هو مرجعية مهمة جدا في معظم الاسم المسيحي بأي اسم هو مرجعية في ألمانيا في بلجيكا في النمسا في غيرها من الدول. المرجعية الدينية عادت إلى الواجهة مرة أخرى، ولذلك العالم العربي ربما كان أصدق مع ذاته يعبر بانفعاله إذا أحببنا أن نقارن بين، ولكن طريقة التعبير داخل وسائل التواصل الاجتماعي يعني هل هي طريقة فعلا تساهم في بناء مجتمعات أم هي طريقة تساهم في تفكك هذه المجتمعات؟ لحرية التعبير ووسائلها الخارجة من تقاليد المؤسسات الرسمية ومنعتقة من الرقابة لها ثمن، لا بد أن نتحمل هذا الثمن. ولكن هذا الانبهار بهذه الحرية، نحن نقول دائما في عصر الكمبيوتر والإنترنت والشبكات الاجتماعية لا يفصل بين الانفعال والغضب الذي يعانيه الإنسان أو الطائفة أو المجموعة إلا لوحة المفاتيح، حينما يكون غاضبا أو ساخطا على مظهر على موقع على قرار على مجموعة أخرى. الفاصل بين هذا الانفعال وظهوره للناس هو أن يطبع هذا الانفعال على لوحة المفاتيح ويظهر للناس. في السابق كان هناك فلترة كبيرة حتى تصل آراء الناس المعانين أو القلة أو الذين أيضا لدهم رأي مخالف، لكن لا يعنينا يعني لا أرجو أن لا يشغلنا هذا في أن نعطل هذه المسيرة، لأن هذه الأجيال التي احتضنت التقنية تقريبا من عام 2000، إذا أصبحت عام 2000 هي مؤشر بداية انتشار التقنية والإنترنت، ثم الشبكات الاجتماعية وانتشارها بعد 2008 وانتشارها المذهل في 2011. لست مع كثيرين من يقولون بأن هذه هي اللي حركت الناس، لأنه في اليمن وفي بعض الدول لا توجد بهذه الضخامة، ولكن اللي حركهم هي المعاناة، وكانت هذه من البذور التي ساعدت. ثمن الحرية في كل مكان، ثمن الحصول على أدوات الحرية سيكون هناك ثمن وسيكون هناك تكلفة، ولكن هذا الجيل الذي تربى في هذه الأحضان وفي الحوار ربما ينتج في المستقبل حينما يكون قادر على القرار، حينما يكون صاحب أسرة ولديه عمل ولديه مكتسبات اجتماعية يحافظ عليها، ربما يصلون إلى مرحلة أفضل من السابقين. نعم. السابقين ربما تمنعهم القوانين، كان هناك قوانين، وربما تمنعهم التقاليد الاجتماعية أن يعبروا ويصرحوا بآرائهم. حينما صرح أبنائهم أو صرحوا هم بآرائهم على الشبكات الاجتماعية نأخذها ونقرأها، ثم إذا أحسننا التخطيط نضع مستقبلا أفضل للأجيال القادمة، حتى يمكن أن تكون هذه العلل والعورات الاجتماعية مادة للحل وليست مادة لإعادة إنتاجها عبر التقنيات الحديثة. أستاذ محمد اليحيائي، بالنظر إلى كل هذه الحريات التي يتمتع بها مستخدم وسائل التواصل الاجتماعي في منطقة الخليج، برأيك هل أحسنت السلطة السياسية في دول الخليج التعامل مع هذه الثورة المعلوماتية ومخرجاتها؟ هو أولا دعيني أولا أتفق مع ضيفك الكريم فيما ذهب إليه فيما يتعلق بهذه التحولات العالمية التي نشهدها الآن، تحديدا صعود التيارات اليمينية في الغرب في أوروبا في الولايات المتحدة، هذا صحيح، واستخداماتها أيضا للإعلام التقليدي للإعلام الجديد أيضا يدفع إلى يعني درجة من درجات هذا التشنج الموجود. ولكن علينا أن نفهم أمر آخر، وهي تلك المجتمعات في الغرب مجتمعات في الأخير تحكمها دساتير. صحيح يمكن أن يفعل تيار متطرف أو حزب متطرف لمرحلة من المراحل، ولكن هنالك منظومة من التشريعات والقوانين التي تحكم العلاقات والعلائق داخل تلك المجتمعات، هذا واحد. ثانيا ما أشار إليه أيضا صحيح فيما يتعلق بالعالم العربي والتحولات التي حدثت 2011 فصاعدا، نعم، الذي حرك الشارع العربي وليس شبكات التواصل الاجتماعي ولكنها المعاناة المتراكمة عبر عقود، غير أن وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر كانت أدوات ساعدت على التنظم وعلى التشكيلات التي نجحت في تونس وفي مصر وفي اليمن إلى آخر. هذه النقطة. ما يتعلق بسؤالك إيمان، هل أحسنت حكومات الخليج
استخدام شبكات التواصل الاجتماعي أو التعامل مع مخرجاتها أستاذ محمد تحديدا، يعني مع كل هذه الحرية. نعم، أظن أنها استفادت في التعامل مع مخرجاتها، وفرت لها نافذة مهمة لرصد الحراك الاجتماعي، لرصد التحولات الاجتماعية، لمعرفة قضايا الناس، وبالتالي ربما بناء خطط واستراتيجيات عليها. لكن هذا طبعا يعتمد على شيء آخر، على علاقة هذه الحكومات بمجتمعاتها، إلى أي مدى هي علاقة تكامل، هي علاقة تعاقد، هي ليست علاقة قوي وضعيف. يعني أنا أقصد هذا هو الموقف الآن، لكن كشبكات تواصل اجتماعي وفرت للحكومات هذه النافذة التي كانت مفقودة. كانت الحكومات تصرف ربما مبالغ كثيرة من أجل إنجاز دراسات لها علاقة بسب الرأي العام، اليوم تويتر والفيسبوك وفر لها كل هذه الهوامش. المثل الأخرى اللي أنا أعتقد من المهم الآن أن نحن نأكد عليه، الاختلاف يعني شيء مهم بل ضروري، يعني ليس المطلوب اليوم بل لا يجب محو الاختلافات في هذه المجتمعات، ونتحدث عن مجتمعاتنا في الخليج، لا يجب محو الاختلافات بل يجب إدارة هذه الاختلافات. يعني هذه هي القضية المهمة الآن، كيف ندير اختلافاتنا، إن كانت اختلافات ذات طبيعة قطرية، ذات طبيعة مذهبية، ذات طبيعة عرقية، ذات طبيعة ثقافية، كيف ندير هذه الاختلافات وفق قواعد حوار، يعني قواعد أخلاقية، مبادئ إنسانية تحترم هذا التنوع. يعني أنا أعتقد هذه القضية الأساسية التي علينا يعني كمثقفين وكإعلاميين وكأكاديميين وكمشتغلين بالشأن العام، علينا اليوم أن نهتم بها، كيف ندير هذه الاختلافات. في الحقيقة إذا أعطيتني دقيقة فقط أكمل شيء، يعني أريد أن أعطيكم نموذج خليجي في الحقيقة، ونموذج أنا أعرفه جيدا، وهو نموذج عمان في إدارة الاختلاف. يعني أنتم تعرفون المجتمع العماني مثل المجتمع السعودي مثل المجتمع البحريني، هو مجتمع متنوع، هو مجتمع ملون، متعدد الأعراق، متعدد المذاهب، متعدد الثقافات، متعدد اللغات تحديدا. نعم. هنا في عمان، ولكن عندما نراقب شبكات التواصل الاجتماعي هنا في عمان تحديدا تويتر وفيسبوك، نحن لا نلحظ الخطاب المتشنج الذي يمكن أن يلحظ في بعض المجتمعات الأخرى. صحيح. إنما نجد شيء من يعني ما أصفه بميثاق شرف غير متفق عليه، ولكنه موجود، يعني نوع من البروتوكول الذي يدير هذه الاختلافات وفق خطاب ربما متسامة. هي طبيعة المجتمع العماني طبعا طبيعة المجتمع العماني، ولكن هذا طبعا لا يعني أنا لا أريد أن أقول أن المجتمع العماني هو مجتمع ملائكي لا توجد فيه مشكلات، لا هي توجد طبيعة الحال. نعم. يعني توجد هناك أيضا درجة من درجات العنصرية على مستوى الممارسة في القبيلة على. نعم. مستوى يعني موجودة هذه، ولكنها ليست لا توجد كخطاب، لا خطاب في شبكات التواصل الاجتماعي، ولا خطاب سياسي، ولا خطاب تربوي، ولا خطاب. أستاذي العزيز، يبدو بأن الدكتور فايز لديه تعقيب على هذا الموضوع، وأنا لدي سؤال دكتور فايز، خاصة وأنا في السعودية، في يعني هناك جملة مشهورة تقول بأن تويتر أصبح مثلا برلمانا موازيا لمجلس الشورى في السعودية، ينقل صوت المواطن للمسؤول، وأنت باعتبارك عضو في مجلس الشورى أحب أن أسمع رأيك في هذا الموضوع. صحيح، أنا طبعا ليس لدي تعقيب، هذا ليس كروس فاير بيني وبين الأخ محمد، نحن والشخصية العمانية هي شخصية مميزة فعلا في كل المراحل التي التقيت بها بشخصية العمانية، سواء باحثين أو طلاب أو مخططين سياسيين، هي هذه الشخصية العمانية طبيعتها متسامحة. ولكن هناك إشكالية، وأنا أتحدث عن المجتمع السعودي، المجتمع السعودي يظلم كثيرا، يظلم كثيرا من أخواتنا العرب وحتى بعض الخليجيين. المجتمع السعودي تضع له كل المجتمعات مقاييس خاصة ولا تريد أن يخرج عنها، يعني إذا انفتح المجتمع السعودي قالوا هذه بلد الحرمين، تنفتح وتبحث عن الحريات، أين حماية الحرمين، أين النموذج الإسلامي، أين الشريعة الإسلامية، وإذا حافظ على هذه المكتسبات وأظهرت بعض المظاهر قالوا هذا الانغلاق وهذا التشدد. العالم كله يريد أن يفصل المجتمع السعودي ثوبا يناسب مزاجه. أذكر أن ظهرت صورة لحسينية في المنطقة الشرقية لإخوتنا من الطائفة الشيعية، ظهرت في اليوتيوب يتحدثون كما يمارسون أو طريقتهم ممارسة الصلاة والعبادة، ظهرت تعقيبات كثيرة جدا من أخوة مسلمين وعرب في المجتمعات العربية والخليجية، هذه بلاد الحرمين كيف تسمحون بهذا وهذا الكلام. ولذلك الدور يعني أو مشكلة المجتمع السعودي هي أيضا مشكلة خارجية أحيانا، يعني صحيح أن هناك لدينا مثل كل المجتمعات هذه التصنيفات ولدينا مشكلات التيارات، ولكن هذه جزء من الطبيعة الإنسانية. الآن تويتر كشف حتى
أن الشعوب الأخرى تعاني نفس هذه المشكلة، وإنما كان الإعلام الرسمي الرصين يأخذ الصورة العامة التي تحقق التوازن الاجتماعي. من جهة أخرى، هل هو برلمان أو غير برلمان؟ إذا بمفهوم البرلمان هو أن تطرح قضية ويخرج بنتيجة لصالح المجتمع، أما أو أن ينقل صوت مواطن مثلا بسيط، نقل لا الصوت لا يكفي. الآن المنابر مفتوحة للجميع، من يحد الناس؟ الدور الحقيقي حينما تطرح مشكلات مجتمعية سواء كانت ثقافية سياسية اقتصادية، أن يكون هناك على الأقل خيارين أو ثلاثة خيارات حتى نخرج من هذه القضية. أما إعادة حرثها كل مرة ثم التقاذف والاتهامات لن نخرج بنتيجة، لأنه سيبقى كل شخص يتخندق حول مجموعة من المغردين أو من أصحاب الحسابات الاجتماعية، ويتخندق الآخر حول مجموعة، ويتراشقون طوال 24 ساعة بالتهم، ويبحث كل واحد عن دليل يثبت وجهة نظره. صحيح أن تويتر أخرج هذه الآراء، لكن ليس فقط الآراء، هو كيف نستفيد منها، ليس على مستوى برلمان أو على مستوى تخطيط أو على، وإنما حتى على مستوى استيعاب هذه الآراء وفتح نعم. الأفق لها حتى تنضج وتكون في النهاية. يعني احنا دائما نقول عصر المعلومات information overload، المعلومات أكثر من الحاجة، لأنه قلة المعلومات مثل كثرة المعلومات، لا يستطيع الإنسان يفلتر. المجتمع العربي انفتح فجأة على الفضاء، فتسمع اثنين من الخبراء يتحدثون في قضية واحدة باتجاه مختلفين، وتجد هذا حجة قوية وهذا حجة قوية، لكن أين السبيل للخروج؟ المجتمعات العربية لا زالت رجل في الماضي ورجل في التقاليد ورجل تحاول أن تبحث عن عصرها. إذا لم نستطع كمنابر إعلامية، مثقفين، برلمانيين، تويتر، غيره، أن ننقل هذه الخطوة بشكل تدريجي يحترم الإرث ويحترم أيضا المكتسبات، سننهار في هذا العالم الذي بدأ أيضا يبحث عن جذوره. لا نريد أن نحمل مجتمعاتنا كل هذه. حينما نقول بأن المجتمعات مليئة بالتناقض والتشاحن والخصومة، من هي هذه المجتمعات؟ هي أهلنا. نريد أن نضع الوصفة للمستقبل. لا يكفي أن نتبادل الشتائم، ويصبح المثقف أيضا علة أخرى من علل هذه المجتمعات. نعم أستاذ محمد اليحيائي، سؤالي لك ربما لم يكن واضحا في المرة السابقة، أريد أن أوضح أكثر. أنا سألت هل استطاعت دول الخليج التعامل مع مخرجات وسائل التواصل الاجتماعي، وأعني هنا حرية الرأي والتعبير. يعني أنت تلاحظ أيضا مثلي كثرة ملاحقة المغردين على وسائل التواصل أو على موقع تويتر وأيضا على موقع فيسبوك وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، كثرة ملاحقة المغردين، التضييق عليهم، بالرغم من أنك منحتهم هذه الفرصة وفتحت لهم هذا الباب. يعني أولا، هل هذه الحكومات هي التي منحت هذه الفرصة وفتحت هذا الباب؟ يعني كان ممكن تمنحها مثل ما إيران فعلت. إيران فعلتها في انتخابات صيف 2009، مصر فعلتها أيضا في ثورة يناير لأيام محدودة في تويتر، مسائل مؤقتة. ولكن هل الحكومات منحت أوجدت شبكة الأنترنت من أجل أن تسمح بحرية التعبير؟ لا، هو أيضا القرار قرار اقتصادي، قرار سياسي، قرار له علاقة بالبروتوكولات وقعتها هذه الدول مع منظمة التجارة العالمية، مع الاتفاقيات التجارة البينية بين بعض الدول. يعني الأمور أكثر تعقيدا، لها علاقة بالحياة المصرفية في هذه الدول. يعني لكن الآن هل استفادت منها؟ هل استطاعت استيعاب؟ أظن من 2011، وفي الحقيقة من 2010، من 2009 إذا أردنا أن نكون أكثر دقة، نعم، الحكومات مثل المجتمعات أيضا فوجئت بهذه السقوف المفتوحة في حرية التعبير في شبكات التواصل الاجتماعي، وحاولت عبر إيجاد بعض التشريعات، بعض القوانين لضبطها، للحد منها، ولكن أظن أنها لم تفلح. الذي يحدث الآن أنه نحن في مرحلة تحول مستمرة تحديدا منذ أحداث 2011 وإلى الآن. هذه المجتمعات العربية بشكل عام بما فيها مجتمعات الخليج هي في حالة مخاض. هنالك نقطة أساسية لم يتم مناقشتها حتى الآن بالصورة المطلوبة، وهي الخطاب بين المجتمعات وبين السلطات الحاكمة. اللغة المشتركة غير موجودة. يعني أظن أنا قلت هذا الكلام، لا أعرف، في مونتي كارلو أو في مكان آخر، أن المجتمعات العربية مجتمعات متحركة متجددة، والسلطات العربية سلطات ثابتة قارة غير متحركة غير متجددة، بمعنى تجدد في الأفكار وفي السياسات وفي الرؤى. وبالتالي تجدد المجتمعات خلق لدى المجتمعات خطاب جديد مختلف، لغة جديدة مختلفة، طرح جديد مختلف. هذا الخطاب وهذه اللغة وهذا الطرح لا يواكب لدى السلطات بلغة جديدة، بخطاب جديد، وبالتالي لا توجد لغة مشتركة
هذا ما حدث في تونس إذا كنا راقبنا أحداث تونس جيدا، هذا ما حدث في مصر، تفاعلات تونس وهذا الكلام أنا أوجه الآن لمن يستمع هنا في دول الخليج على مستوى صناع القرار. في تونس لم تحدث فجأة، بدأت على الأقل من 2007 إضرابات الجوع من 2007، الاحتجاجات في الحوض المنجمي من 2007، لكن السلطة للأسف الشديد لم تفهم، فهمت متأخر، يعني فهمت في الليلة الأخيرة عندما قال فهمتكو يعني بن علي، ولكن كانت تأخر عليه الوقت. صحيح. في مصر أيضا من 2004 الاحتجاجات، احتجاجات العمال، لم تفهم السلطة. نحن لا نريد في الحقيقة دول الخليج مختلفة، العلاقة بين السلطات، بين الأسر الحاكمة وهي أسر ملكية، وبين المجتمعات هي علاقات تقليدية قائمة على يعني قيم قبيلة، قائمة على كل هذه منظومة العلاقات، تختلف عن بعض الدول. ولكن نتمنى من السلطات الآن أن تفهم، وأن تفهم سريعا خطاب الشارع، خطاب هذه الأجيال، وأن تتعاطى معه بانفتاح، بأريحية، بحوار، عوضا عن مسألة الملاحقة التي أشرت إليها. يعني أنت لن تستطيع اليوم إعادة الساعة إلى الوراء، أنت لن تستطيع اليوم أن تغلق الأنترنت على الإطلاق. كلام سليم، صحيح. لأنك لو أغلقت الأنترنت يعني أن تغلق، أنت تضعف نظامك المصرفي، نظامك التجاري، نظامك الاقتصادي، نظامك السياسي أيضا. فالمسألة تحتاج إلى قدر عالي اليوم من الحساسية، الحساسية السياسية، الحساسية الثقافية. دكتور. وكما قلت مطلوب اليوم إدارة لهذه الاختلافات، إدارة جديدة تتبناها المؤسسات، المؤسسات السياسية، المؤسسات أستاذ الثقافية العزيز. التربوية الأكاديمية. أستاذ محمد، لم يتبقى من وقت هذه الفقرة الكثير، فلنستمع لرأي الدكتور فايز يعني فيما يتعلق بموضوع الحريات الممنوحة للمواطن للتعبير عن رأيه، وفي نفس الوقت سحب هذه الحريات عندما ترغب السلطة في ذلك. أنا لي تعريف طريف في مفهوم الحرية والتقنية، يعني أقول فيه دائما ما هو أسوأ من الحرية هو إساءة استخدامها حينما تتاح. نعم. لا يوجد أي نشاط إنساني لا يمكن تقييده بقانون أو نظام. هل نريد الحرية مطلقة أن يتحدث الشخص كما يريد ويبث ما يشاء عما يشاء؟ إذن أين حديثنا عن مواجهة الطائفية والعنصرية والاحتراب والقذف والتشهير وما إلى ذلك؟ لا أتحدث عن الجانب السياسي، السلطات لها حساباتها السياسية مع المغردين في المجال السياسي، نتحدث عن النسبة العظمى من الذين يغردون أو يكتبون في أيضا في نبش هذه الأشياء في المجتمع التي تثير الكثير من المشكلات. لا نقدس الحرية حتى تصبح الحرية هي من يقتلنا. نحن لازلنا الدول العربية التي أنا لا أدعو الآن إلى منع هذه المنابر أو إيقافها، ولكن أدعو إلى أن يكون هناك نظام أيضا، لأنه أي نشاط إنسان يحتاج إلى نظام. الدول العربية التي حصلت على قدر كبير جدا من الحرية وتحدث عن لبنان في الخليج الكويت، وما هي النتيجة والمحصلة النهائية؟ نحتاج إلى أن ننظر إلى المجتمع، نركز على هذا المجتمع ونجعله يرتقي لينتج فكرة اجتماعية سياسية اقتصادية ديمقراطية أيا كانت تمثل قريبة من الصورة المثالية. أما أن نكون معادلة سياسية طائفية كما في لبنان أو قبلية كما في بعض الدول الأخرى، أن تنتخب القبيلة من يمثلها في المجلس، في النهاية لم نحصل على الناس لم تلتقي في المجتمعات العربية للأسف حتى الآن، لا تلتقي المجموعات على الفكرة. نعم. أو على المشروع، هي تلتقي على العصبة وعلى الطائفة والمذهب. حتى يمكن أن نزيل هذه المشكلات سيظهر على الشبكات الاجتماعية بعض هذه العورات الاجتماعية التي تحتاج أيضا إلى علاج، ومن ضمن العلاج القانون، ولا 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 يخيفنا ذلك. ولكن هل هناك قانون واضح دكتور العزيز؟ يعني لا يوجد هناك قانون واضح لوسائل التواصل الاجتماعي، يعني لنظام المعلوماتية في دول الخليج. حاولت الكويت سن قانون مماثل ولكنه مليء بالخروقات، يعني هناك لا يوجد قانون مثالي. في المملكة في موجود نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وفي كل أغلب الدول العربية لديها هذا النظام وغيره، وهناك أيضا لجان مختصة لمنع المواقع الإباحية والمواقع التي تؤثر على السلم الاجتماعي. كل هذه من الإجراءات. أنا أتفق مع الأخ محمد ومع كثيرين يقول بأن هذا الدفق لا يمكن مقاومته، لكن بالنهاية قدرنا التاريخي أن يكون مفهوم الحرية هو ما يحدده ثلاث شركات .com، youtube.com، twitter.com، facebook.com. لم تكن هذه الحريات هي مفهوم ثقافي اجتماعي ينتج في مؤسسات ومدارس ومسارح ومنابر ثقافية، بل هي لو أغلقت هذه الشركات علينا هذه الصنابير الثلاثة .com، حرية .com، هذه الثلاث، لانتهى مفهوم الحرية، لأنه الآن أصبحنا نؤطر هذه الحرية بما تسمح بهذه الشبكات التي ثبت أنها أيضا للأسف الشديد كما نشرت وثائق ويكيليكس هذا الأسبوع أنها تفتح قنواتها الخلفية للوكالات الأمنية الأمريكية لتطلع على عورات المجتمعات العربية وتديرها كيفما تشاء ضمن أدوات القوى الناعمة. هذه ليست نظرية مؤامرة، هذه حقيقة علمية، والذي نشرها هي وثائق مسربة،
والواقع شاهدناه كيف كان الضغط وخرج نجوم في مرحلة مراحل الربيع العربي ثم اختفوا إلى الأبد. أين ذهبوا نجوم السوشيال ميديا الذين كانوا يديروا المشهد العربي؟ ما الذي أخفاهم؟ ما الذي أظهرهم؟ أستاذ محمد، نظرية المؤامرة هل تتفق معها؟ لا أتفق تماما، ولكني أتفق مع الأستاذ فايز على ضرورة وجود قوانين وتشريعات، ولكن قوانين وتشريعات تقوم على أساس مهم وهو على أساس حرية الإنسان، على أساس المواطنة. نعم أتفق معه، لابد من وجود قوانين تشريعات تضبط يعني إيقاع الأشياء، ولكن هذه القوانين والتشريعات لابد أن يكون المصدر هو الإنسان، هو هذه الشعوب، قوانين بما يخدم الشعوب ولا بما يقيد الشعوب. نعم دكتور فايز، كلمة أخيرة بالنسبة لطريق للخروج من هذه من حالة المخاض، هذه حالة المخاض هل هي مستمرة؟ هل لها سقف زمني وستخرج منها منطقة الخليج؟ بكل أسف سأتطرف في حكمي هنا وأقول بأن من يحدد طريق الحرية الإلكتروني هو ليس المجتمع العربي ولا الشركات العربية ولا المؤسسات العربية ولا السلطة الرسمية العربية سواء كانت سياسية أو غيرها. الذي يحددها هو ما يقدم من الغرب من وسائل وتقنيات. بيل غيتس كتب عام 95 كتابه الشهير The Road Ahead، الطريق القادم أو طريق المستقبل، وهذا هو الذي تمشي عليه هذه المؤسسات. نعم. مؤسسات التقنية تتحكم في مخزون العالم من المعلومات، هي تتحكم أيضا في مصائرنا، أيضا تستطيع أن تحدد اتجاهاتنا يحتاج، وهذا طبعا كلام مثالي ونظري كبير، لكن يحتاج المجتمع العربي والخليجي لأنه الأقدر اقتصاديا والآن قوة فاعلة اقتصادية وتجارية وثقافية، يحتاج أن يوجد منظومة الجديدة التي تظهر مفهوم الحرية ومفهوم الاقتصاد ومفهوم إلى ذلك. إذا ظللنا رهائن لهذه الشركات الثلاث والأربع، هذه ليست حرية. منظومة ترتكز على أي بضائع؟ نحن بضائع الآن تبيعنا فيسبوك وتويتر ويوتيوب لشركات الإعلان التجاري، وتتلاعب بنا كيف ما تشاء وتستطيع أن تحجب وتمنح ما تشاء. أستاذ محمد تفضل. نقطة سريعة، يعني مع كل الاحترام بما ذكر الدكتور فايز، الآن من ينتج المعرفة يتحكم بها، الغرب هو الذي ينتج المعرفة، الآن نحن نستهلك هذه المعرفة. الحرية .com في الحقيقة لا أتفق، الحرية صحيح هي موضوعة ثقافية بالدرجة الأولى، ولكن الحرية .com هي أتاحت لنا هذا الهامش، هذه النافذة لأنه عبر عن أنفسنا. ولكننا في سوق البورصة يا أخي محمد، في سوق البورصة ثلاث شركات ترتفع وتنخفض في سوق البورصة، ليست مفهوم ثقافي منتج أمريكي للمجتمع وليست منتج ثقافي للعرب، لأنهم يستهلكون ويعيدون تدوير، لا أستطيع أن نسميها النفايات الفكرية، ولكن أغلبها في هذا المجال من التحارب والغرب. نحن متفقان تماما، هم ينتجون ونحن نستهلك، ولكن كما أقول لابد من منظومة ثقافية عربية أو خليجية بين قوسين، وإن كنت بدها التسمية الخليجية، للتعاطي مع كل هذه الإشكالات التي نثير. نحن الآن يعني أيضا في لحظة تاريخية حاسمة لا تحتمل هذه المنطقة، هذه المنطقة الآن محاطة بقوس، يعني هذا القوس المتوتر من الأزمات الإقليمية والعالمية لا تحتمل تفجرات في الداخل. لحظة التماسك الداخلي مهمة جدا الآن، يعني تقوية اللحمة الوطنية إن كان على المستوى القطري في دول الخليج أو على المستوى الخليجي أيضا مسألة مهمة. يعني أقصد أنه لابد من إعادة النظر في الخطاب الآن الثقافي، الخطاب السياسي المشترك فيما بيننا. يعني الخليج في المحصلة النهائية هو منطقة واحدة ذات بعد تاريخي واحد، ذات بعد ثقافي واحد، في أشياء مشتركة، فلا نترك يعني لا نترك لهذه اللحظة أن تفلت اليوم. دعنا نعمل يا محمد على الاتحاد الخليجي ونقدم نموذج لبقية الدول حتى تحذو حذونا في عصر التكتلات. أنا معك، ولكن دعنا ندعو إلى استفتاء شعبي لهذا الاتحاد الخليجي أولا ثم نذهب. أشكركما جزيل الشكر على هذه المشاركة الدكتور فايز الشهري الأكاديمي وعضو مجلس الشورى السعودي، وأيضا من مسقط انضم إلينا الإعلامي والمثقف العماني محمد اليحيائي. شكرا جزيلا لكما. لحظات فقط إذن تفصلنا عن حديث الناس.